أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو يتحدث عن الشدة بالعربي. زين، الشدة كما تعلمون هي هذا الشكل. الشدة تكتب بهذا الشكل، والشدة هي صوتان لحرف واحد. صوتان لحرف واحد، أولهما ساكن يعني علامة السكون هاي كذا، والآخر متحرك يعني متحرك، يا أما يكون متحرك بالضم الفتح أو الكسر، يعني أحد الحركات الضمة الفتحة أو الكسرة. الأول ساكن والآخر متحرك، فتم دمج الصوتين وأصبح صوتا واحدا مشددا. زين، هسه عندنا أمثلة هنا النطق، يعني كيف تنطق الكلمة، وهنا كيف تكتب الكلمة. مثلا هنا عندنا كلمة أمي. فلاحظ أمي هي متكونة من حرف، من فيها حرفين متكررة، هو الميم الأول هذا هو ساكن عليه علامة السكون، والميم الثاني متحرك اللي هو عليه علامة الكسرة والياء. فشنو صار؟ فدمجن الحرفين الميم ويأخذ الحركة الثانية وصار أمي، يعني الميم الأول يكون مشددة وتأخذ الحركة مالت الحرف الثاني هو الميم الكسرة، صارت هيك فصير أمي، تصير أمي ميم مشددة ومكسورة. ليش؟ لأن قلنا الحرف الأول هو سكون عليه والحرف الثاني هو عليه كسرة، إيش يصير؟ تصير شدة وجواها كسرة. زين، المثال الثاني معلم. فعندنا الحرف لام اللي هو متكرر، يعني الأول علي سكون والثاني مكسور، إيش راح يكون؟ راح يكون اللام مشددة والكسرة اللي هي الحركة مالت الحرف الثاني، إيش يصير؟ يصير معلم، يصير ميم عين لام، اللام عليها تكون شدة والكسرة، هذه الكسرة هي حركة الحرف الثاني والميم تأخذها وصارت معلم. المعلم، الكلمة الوراء أحبوا. بعدنا الباء الأولى هاي عليها سكون والثانية متحركة، الكتابة الصحيحة اللي راح تكون الباء تندمج وتشدد وتأخذ حركة الحرف الثاني، إيش يصير؟ الباء لازم نسوي شد، نخلي عليها شدة، وهذه هي الواو اللي هي من هاي الثانية من الحركة الثانية، فصير أحبه. كما هنا القاعدة شو تقول؟ القاعدة تقول دمج الصوتين وأصبح صوتا واحدا. أوكي، دمج الصوتين وأصبح صوتا واحدا، السكون تتحول إلى شدة والحركة الثانية من حركة الحرف اللي ورا الشدة. زين، هنا عندنا ملاحظة
يقول عند التحليل يفكك الحرف المشدد إلى حرفين، يعني لما نرجع الكلمة اللي أصلها الحرف المشدد يعاد إلى أصله إلى حرفين، تكون حركة الحرف الأول دائما سكون، الحركة الحرف الأول دائما سكون، مثل دائما سكون، وحركة الحرف الثاني مختلفة بين الحركات الثلاثة، أما الفتحة أو الكسرة أو الضمة. هنا ذن الحركات بالعربي، فتحة كسرة ضمة، فالثاني يكون متحرك والأول ساكن، والأول ساكن، مثل ما شفنا بالأمثلة السابقة، يعني الحرف الأول دائما سكون والحرف الثاني متحرك، يا إما فتحة أو ضمة أو كسرة. زين، عندنا هنا ملاحظة أو ملحوظة، يقول عند التحليل السكون الحرف ساكن مقطع واحد مع الحرف السابق له، يعني الحرف الساكن هو يلفظ مع الحرف قبله، مثلا سليم سليم، فهنا لما نفكك هاي الكلمة نقول حرف السين واللام الأول اللي عليه سكون واللام الثاني اللي عليه فتحة والميم مفتوحة، فهنا هذه سليم، إذا تلاحظ هذه شدة وعليها فتحة، هذا هنا هاي تابعة لهاي الكلمة، شدة وعليها فتحة، هنا يكون الحرف الساكن يلفظ مع الحرف اللي قبله، الحرف الساكن اللي هو أول واحد تلفظ مع السين، فش تصير؟ تصير سلم 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 سلم، معلم معلم اللي وراها معلم معلم، كذلك هنا الميم مفتوحة والعين واللام هنا يكون صوت واحد، العين واللام صوت واحد، العين مفتوحة واللام ساكنة، فالحرف الساكن يكون مع الحرف اللي سبقه، الحرف اللي سبقه كتب عين ولام، اللام الثانية مكسورة والميم مفتوحة، تكتب معلم معلم، اوكي، فقلنا مو ع، هاي اللام عليها سكون وهاي اللام الثاني عليها كسرة والميم صير معلم، فلما شلون يكتبوها تصير مو ع أو وشدة وعليها كسرة، جواها كسرة ليش؟ لأن الحرف الثاني مكسور والميم مضمومة، معلم لازم يصير معلم. زين، سبورة نفس الشيء، السين مفتوحة والباء عليها سكون، فتكتب السين والباء مع بعض، يعني الساكن يكون مع الحرف اللي قبله كمقطع صوتي واحد، سبورة سبورة، فتكتب السين والباء والواو والراء، السين عليها فتحة س، والباء الباء عليها سكون وواو، سكون وواو، فتصير شدة وعليها ضمة، اوكي، سبورة تو. زين، فهذا هو درس الشدة. إذن
على سريع، الشدة هو صوتان، هو حرفان، هي الشدة هي صوتان لحرف واحد، أولهما ساكن والآخر متحرك. الأول دائما ساكن والآخر متحرك. فتم دمج الصوتين وأصبح صوتا واحدا مشددا، والشدة أما تكون فوقها فتحة أو جواها كسرة أو فوقها ضمة، ليش؟ تأخذ حركة الحرف اللي يجي بعده. وهنا القاعدة تقول عند التحليل يفكك الحرف المشدد إلى حرفين، تكون حركة الحرف الأول دائما سكون، وحركة الحرف الثاني مختلفة بين الحركات الثلاثة، أما فتحة أو كسرة أو ضمة. عند تحليل الكلمة البيشات دائما السكون، يعني الحرف الساكن يكون مقطع واحد مع الحرف اللي قبله، مثل سلمة، معلم، سبورة. okay. وإن شاء الله نلتقيكم في درس آخر من دروس اللغة العربية، ولكم جزيل الشكر والتقدير.